بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الطفل يفرق بين الخير والشر. في دراسة علمية عام 2011 يقول العلماء أن الطفل بعمر 10 أشهر يميز بين الخير والشر، يستطيع تمييز الأشياء الصحيحة، بل يتمكن الطفل من تمييز الكثير من الأشياء وتعلمها بسرعة. ولذلك يؤكد العلماء أن دماغ الطفل مبرمج ليقوم بالأشياء الصحيحة بشكل تلقائي. فالحقيقة العلمية تقول بأن كل مولود يولد وهو جاهز ليقوم بالخير، ولكن البيئة المحيطية به تقيره نحو الخير أو الشر. صراحة ما نقول له سبحان الله، هذه الحقيقة العلمية أخبر عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ومعنى الفطرة أي الأشياء الصحيحة السليمة، والله أعلم.